شهدت دورة الملاكمة تألق الملاكمين الجزائريين بعد أن ضمن 6 ملاكمين من أصل 7 تواجدهم في نهائي المنافسة. وشهد الدور نصف النهائي تأهل كل من يونس نموشي، أسامة مرجان، يحيى عبدلي، عبد الناصر بالعربي، محمد سعيد حماني ومحمد حمري، بالإضافة إلى يغرطة أيتبقى الذي توج قبل قليل بالميدالية الذهبية، مضيفا الميدالية الذهبية 10 للجزائر بعد انسحاب منافسه سافكوفيتش من إذن مونتينيغرو بداعي الإصابة. مونتينيغرو إذن البلد الأسود هكذا. صعيبه بزاف سورتو كون بوكسيس كونتر تسمى تروازيام مونديال اللي عنده برونز مونديال درنييرمون في شامبيون دي موند الاخرى. الحمد لله تسمى مشيت كما كان الحال، كما وصلوني المدربين تاعي، كما كان لازم يكون نخدم معاه باسكو ان فوز كارد اللي شويه كومبليكي لا بوكس تاعو. الحمد لله عرفت كيف نجيري. بريمير كنت خاسر، دوزيام روند عاودت وليت في السكور، كنا اكزو، تروازيام روند اللي كان يفصل بين تسمى رابح ولا خاسر. الحمد لله مديت الشيء اللي عليا لاخر رامق كما يقولوا، والحمد لله تغلبت عليه. كما وعدتكم من قبل اللي جيت عندك في البلاطو قلت لك باللي جينا هنا باش نفرضوا كلمتنا، باللي نقولوا كلمتنا ليكيب ناسيونال دو بوكس اللي لازم تخرج بريمير بلاس با ليكيب. الحمد لله يا ربي نشكره على هذا الفوز اللي كان صعيب نوعا ما، واللي تلقيت فيه الاصابه في الجوله الاولى، يعني هي خلطت لي، والحمد لله يا ربي هي الاصابه هي اللي فطنتني في المنازله، وقدرت باش نعاود في الجوله الثانيه نفوز ب 3-0 وجريت الجولة الثالثة.